وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية، حيث تم تفتيش 39 محلا ومنشأة تجارية في مختلف محافظات البحرين، وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة. وتم خلال الحملات التفتيشية رصد مخالفة واحدة استوجبت فرض غرامة إدارية، وبناء عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.